الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد الخلائق أجمعين وعلى كل النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل ولي وصالح وتقي. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه كما ذكر في كتابه المشهور الأم، ناقلا عن ما كان مشتهرا منتشرا مما كانوا يقولون، إن الدعاء يستجاب في ليلة الأضحى وليلة الفطر وليلة الجمعة وفي أول ليلة من رجب وفي ليلة النصف من شعبان. ومثل ذلك في قضية النصف من شعبان يروى عن من قبله من أئمة السلف والعلماء الكبار والصلحاء والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ونحن في هذه الليلة المباركة نشتغل وإياكم بالدعاء، لعل الله عز وجل، وهو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين، أن يستجيب لكم، أن يستجيب لبعضنا، أن يستجيب لنا. وهو كريم عظيم، هو سبحانه قد يحقق لك ما ترجو من الخير من غير أن تدعو، فكيف إذا دعوت وتضرعت وسألته سبحانه بأسمائه الحسنى؟ فأكثر من الدعاء في هذه الليلة المباركة، ولا سيما لأنفسكم ولأهلكم وللمؤمنين والمؤمنات، ثم عمموا بعد ذلك للمسلمين والمسلمات على وجه العموم، ولا تنسوا المسلمين الذين هم في كرب وشدة وهم وغم وضيق وبلاء ومجاعة ومرض، لا تنسوا كل من هم في ضائقة من المسلمين في فلسطين، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في العراق، في الصين، في بورما، في أي بقعة من الأرض، عمموا الدعاء لهم جميعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة، يعني له شأن عظيم في الإسلام. ثم الإنسان يدعو، فإن حصل ما يريد من هذا الدعاء من قضايا وأمور طلبها أخذ الثواب وما طلب، فإن دعا ولم يتحقق له ما طلب في الدنيا فإنه قد يدخر له في الآخرة ما هو أعظم وأكبر بلا شك مما طلبه في الدنيا، هذا مع الثواب والأجر. وقد يعطى في الدنيا أعظم مما طلبه في الدنيا، وقد يندفع عنه في الدنيا من البلاء والمصائب ما لا يخطر له على بال ببركة هذا الدعاء. والدعاء لا يغير في صفات الله عز وجل، لأن الله أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية. فاحذروا العبارات المخالفة للشرع، كقول بعض الناس إن مشيئة الله تتغير في النصف من شعبان، وحاشا لله، لأن التغير أكبر علامات الحدوث، والمتغير يحتاج إلى من يغيره. والله قال في القرآن: ما يبدل القول لدي. وقال للرسول صلى الله عليه وسلم:
كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وفي رواية وقال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإن كانت مشيئة الله عز وجل تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله لم تتغير، مشيئة الله لم تتغير لدعاء محمد أفضل خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، فهل تتغير مشيئة الله لأجل فلان أو علان؟ حاشا، فمشيئة الله لا تتغير لأحد، لا لنبي ولا لملك ولا لولي ولا ليتيم ولا لأرملة ولا لمريض ولا لفقير، لا في النصف من شعبان ولا في ليلة القدر ولا في أي يوم ولا في أي شهر ولا في أي ليلة ولا في أي مكان، لأن المتغير حادث مخلوق، والله أزلي أبدي، قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء مخ العبادة. ما معنى هذا؟ يعني أن الدعاء له مرتبة، له شأن عظيم في الإسلام، فالمسلم إذا دعا هو المستفيد، المسلم إذا دعا هو الرابح. لذلك تعالوا يا إخواني ويا أخواتي في الله، ندعو، كل منا يشتغل بالدعاء مع تقديم التوبة، كل منا يقدم التوبة في قلبه، يشعر قلبه بالخوف من الله على ما فعل من المعاصي والذنوب والآثام، وينوي يعزم يجزم في قلبه أنه لن يعود إلى الذنوب والمعاصي، كل منا يشعر قلبه بالخوف من الله، يستغفر الله، يتوب، يندم. من هنا نبدأ إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أنتم تشتغلون أيضا بالدعاء أو بالتأمين، فقد يستجاب لكم ولا يستجاب لي، لكن نشتغل بالدعاء لأنه عبادة. لا يستجاب بمعنى قد لا أحصل ما طلبته، لكن الثواب إن شاء الله حاصل لنا ولكم، لأن الدعاء عبادة. ندعو الله ونتضرع إليه سبحانه وتعالى، وهو يحب من عباده أن يشتغلوا بدعائه وأن يكثروا من دعائه وأن يسألوه وأن يطلبوا منه، فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم يا الله يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا إلهنا، يا خالقنا، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ونسألك يا ربنا باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بالقرآن العظيم، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبكتابك العزيز أن تختم لنا بكامل الإيمان. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وأحسن ختام من طلب منا الدعاء، ومن معنا في مواقعنا، ومن أرسل يطلب الدعاء، ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أحسن لنا ولهم جميعا العاقبة والختام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك حسن الحال وحسن الختام وحسن الخلق. اللهم أصلحنا باطنا وظاهرا، وعافنا واعف عنا، وسامحنا وأصلحنا. اللهم الطف بنا في الدارين، اللهم الطف بنا عند الموت، اللهم الطف بنا قبل الموت، اللهم الطف بنا بعد الموت، اللهم الطف بنا في قبورنا، اللهم الطف بنا في أرض المحشر، اللهم الطف بنا عند الصراط، اللهم الطف بنا وسامحنا. اللهم اختم لنا بالهدى والتقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سألناك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت غني عنا وعن سؤالنا. اللهم ربنا إنا نرجو بحرمة القرآن العظيم أن تحقق لنا ما طلبنا. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها وابعثنا عليها. اللهم فرج عن المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم الطف بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا والعراق وليبيا واليمن والصين وبورما. اللهم الطف بالمسلمين في فلسطين وفي جنوب لبنان. اللهم الطف بالمسلمين في كل أرض وفي كل بلد. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم سلم المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم نجي المسلمين، اللهم قوي المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم قوي شوكة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أيدهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم وقوتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إلهنا إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإننا نقر بذلك على أنفسنا
وأنت أرحم الراحمين، فأعتق رقابنا من النار، ولا تدخلنا النار، ولا تعذبنا في القبر، ونجنا من الخزي والهوان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم المسلمين، واغفر لأهلنا المؤمنين، واشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا المسلمين والموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف المسلمين بحرمة القرآن العظيم. اللهم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، فرج عن المسلمين في كل أرض وبلد. اللهم ارفع عنهم الأمراض والأسقام والأوبئة والمخاطر والآلام والمخاوف والأحزان والغلاء والبلاء والوباء. اللهم أنزل عليهم الشفاء والنعم والرخاء. اللهم أخرج لهم من بركات الأرض ومن بركات البحار، وأنزل عليهم من بركات السماء برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضلك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم سلمنا من كيد الكائدين، ومن ظلم الظالمين، ومن فسق الفاسقين، ومن فجور الفاجرين. اللهم نجنا من خيانة الخائنين، ومن حسد الحاسدين. اللهم احفظنا من شر الكفار وشر الفجار في الليل والنهار، يا عزيز يا غفار. أعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار، واجمعنا بنبيك المختار عليه الصلاة والسلام. اللهم اختم لنا يا ربنا بما تحب وترضى، اللهم اختم لنا بما تحب وترضى، اللهم اختم لنا بالتقى، واختم لنا بالهدى. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر. اللهم انصر بنا دينك يا رب العالمين، وانصرنا بدينك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي سمعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي لحومنا نورا، وفي أبداننا نورا، وفوقنا وتحتنا نورا، وأمامنا وخلفنا نورا، وعن يميننا وعن شمالنا نورا، وعند الموت وفي القبور نورا، وعند الصراط وفوق الصراط نورا. واجعلنا من الطائرين فوق الصراط. اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم رسولك يا رب العالمين، اجعلنا تحت شفاعة نبيك يا الله. اللهم ربنا إلهنا، أعط الذين معنا في مواقعنا كل ما يرجونه من الخيرات، من التقوى والعلم والصحة والعافية والمال الحلال الواسع
ورفع البلاء وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وتيسير الأمور. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في كل أرض وبلد، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، وأنبت أحفادنا نباتا حسنا. اللهم بارك في قلوبنا، وبارك في عيوننا، وبارك في ألسنتنا، وبارك في صحتنا، وبارك في عافيتنا، وبارك في أعمارنا. اللهم قونا على خدمة دينك يا رب العالمين. اللهم قونا على نشر الدين والإسلام. اللهم اجعلنا حماة لهذا الدين، واجعلنا عندك من المرضيين. اللهم بصرنا بعيوبنا ووفقنا لإصلاحها. اللهم طهر قلوبنا من الذنوب، من معاصي القلوب. اللهم طهر أبداننا من الصفات الذميمة، واجعلنا يا ربنا على الأخلاق الحميدة، وأكرمنا برؤية حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارته وشفاعته، وبلغنا رمضان، وأكرمنا برؤية ليلة القدر. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إلهنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة الجنة يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة آمنين مطمئنين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا في عبادك الناجين، واجعلنا على منابر من نور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا على منابر من نور في ظل العرش يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج عنا وعن كل أهلنا، وعن كل إخواننا وأخواتنا، وعن كل أحبتنا، وعن أصدقائنا، وعن من لهم في قلوبنا مودة ومحبة، وعن من طلب منا الدعاء. فرج عنا وعنهم، واصرف عنا وعنهم الأسقام. اللهم ربنا إلهنا، نسألك أن تشفي المرضى منا، وأن تقضي دين المديونين يا رب العالمين، وأن توسع على المسلمين في الرزق الحلال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والزيارة والمجاورة. اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى والهدى. اللهم ربنا إلهنا، استعمل أبداننا في طاعتك يا رب العالمين، ووفقنا لنستعملها في نصرة الدين، واهدنا يا ربنا للتوبة والأعمال الصالحة، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. وصل ربي وسلم على نبينا طه المعلم، وعلى كل الأنبياء صلاة الله وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآته المقام المحمود الذي وعدته، وآته المقام الذي وعدته يوم القيامة. اللهم اجعلنا في شفاعته يوم القيامة، فهو صاحب لواء الحمد، وهو صاحب الشفاعة العظمى. اللهم ارزقنا أن نكون في زمرته يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم ومجد على نبينا محمد، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. ورضي الله عن كل الأولياء والصالحين. تقبل منا ربنا بحرمة اسمك العظيم الأعظم،
وببركة القرآن الكريم وبسر الفاتحة.